فيديو اليوم عن نبتة الفكس المطاط، أو هي بالأصح شجرة، وفينا نعملها تقزيم وبتكون نبتة بالمنزل. اليوم هاي هي الشجرة اللي عنا إياها عمرها تقريبا 3 سنوات. قبل سنة بشهر 12 ما كانش مطلعة أغصان هيك على الأطراف، بس كان في الغصن الأساسي تبعها، فاجيت وقصيت من هون الغصن الراس تبعها. قصيت الراس كان مثل هيك، قصيت الراس وبعدين زرعته بقلب هذا القصيص، وبعد مرور سنة صار عنا بهذا الطول، تقريبا طول متر. فاليوم لانه هي النبتة صارت كتير كبيرة وبدنا نقزمها، لانه بدناش نزرعها بالارض، مع انه فينا نزرعها بالارض وتصير شجرة ضخمة وكبيرة، فرح نيجي ونقزم من هذا الغصن لانه كتير صارت مايلة، عم بتميل اذا منتبهين عم بتميل على الاجناب، فراح نقزمها ونقص تقريبا من هون هيك بهذا، وراح راح ازرعه بالقصيص ونشوف التجربة اذا راح تنجح ولا مش راح تنجح. هيك قصينا مثل ما انتو شايفين، صار ينقط حليب، مفضل نمسحه. وهيك بنكون مسحنا الحليب. ونيجي للغصن يلي رح نزرعه، فرح أقص الأوراق بهاي الطريقة عشان يكون عندنا ساق، وقبل ما أحطه بالتربة في عندي هرمون تجذير، فرح أغطسه أحط هون هرمون تجذير علشان يطلع جذور أسرع. وهون عنا الهرمون التجذير، راح نغطسه هيك بالهرمون التجذير ونحطه بالتربة، وبعدين بنحط تراب. بعد ما نتأكد انه فايت منيح بالتربة نسقيها مي. وهدول الاوراق منجيب يا بقلب تراب يا بقلب مي، بنحط فيها هرمون تجذير او بدون هرمون تجذير، ورح خلال 20 يوم بيطلعوا جذور وفينا نزرعهم كمان ونعمل لهم اكثار ويصيروا شجرة كبيرة مثل هاي التجربة اللي عملناها قبل سنة. حاليا هاي قزمناها وصارت أحسن من قبل، وهيك بنكون عملنا إكسار لشجرة الفيكس التين المرن واستفدنا منها. والأوراق يلي قصيناها مثل ما حكينا راح نحط عليها
راح نحط عليها هرمون التجذير ونحطها بقلب المي، وبينفع كمان بدون هرمون تجذير، فراح تطلع جذور خلال 20 لـ30 يوم، وبعدين نزرعها بقلب التربة، وهيك بصير عنا أشجار متفرعة. وهيك صارت عنا بعد ما قمنا بالتقطيش، قصيناها من هون، وقبل سنة كنا قصينا من هون، عملنا عملية التقزيم، وهيك منضلنا محتفظين فيها يا بالساحة يا بقلب البيت. وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. شكرا لإلكو، بتمنى الفيديو يكون عجبكو، وراح أفرجيكو النتائج بالربيع لما تبلش دورة النمو من أول وجديد، لأنه حاليا نبات الفيكس بيكون بالسكون تبعه، فبشهر 2 أو 3 ببلش ينمو من جديد. يعني هاي الشايفينة رح ترجع تفرخ، وغالبا تطلع أغصان من هون وأغصان من هون، لأنه حاليا فيش أغصان مثل ما انتو شايفين، بس على هذا الغصن في أغصان، لأنه قبل سنة عملنا له تقزيم فصار النمو على الأطراف، صار يطلع أطراف. حاليا هذا فيش عليه أطراف، من هون للربيع رح يبلش يطلع عليه أطراف لأنه عملنا له عملية تقزيم. شكرا لكم، وبتمنى الفيديو يكون عجبكم.